encore si je vais voter ou non. Et pourquoi? Pourquoi? Ben, j'ai pas encore réfléchi. Et si tu vas voter, tu as pas. J'ai pas encore d'idée. Ok, merci. Je suis en deuxième année allemand, fondamentale, fac des lettres. Est-ce que tu vas voter, l'homme? Normalement, non. Allez. Mais je suis convaincue de le programme. Quel que soit les GTE ou la UGT. Ok, le programme. Est-ce que tu as le programme? Les deux. Le changement ici, le UGT ou le vote, que ce soit UGT ou la UGT, il y aura de nouvelles personnes qui vont participer aux élections. Donc, allez, je vais vous montrer le programme et essayer de voter. Le problème, c'est le vote, le problème, c'est voter bien. Mais les gens, je vais dire, quand tu n'as pas voté, il y a des ou il profite de ta voix. Je vais vous montrer le barça de Kambin. Est-ce que tu n'es pas prête, Manaha? Tu fais au moins l'effort de voter? Qu'est-ce que tu as fait? Je veux que les programmes Zouz ou tu fais ton choix. D'accord, il y a pas de soucis. Je vais te faire la carte étudiante. D'accord, il n'y a pas de soucis. Merci. Je suis en train de lire la deuxième année allemand. نورمالمون مانيش ننتخب حد احد على خاطر بصراحه ما عنديش فكره كبيره يعني على البرامج لا نتاع هذا لا نتاع هذا اما عندي مشكله معناتها خاطر حكيت السرافين وجي تي وكل شيء قاعدين نعملوا في دي بروبليم هم مره مناقبين هم مره شنيا احنا مشكلتنا نحبوا نقراو معناتها معنا حتى مشكله اخرى ولا ومن شو نقول يا ربي يظهر لي فما مشكله معناتها نتاع برامج يعني توا في الفاك كي تسال اي ايتيديون مش يفهم لك شنو الفرق ما بين هذه وهذه يظهر لي خاطرش المشكله في يعني معاش الحركات الزوز ما همش قاعدين يوصلين البرامج بتاعهم بالكدا نتصور كان يوصلهم بالكدا يوليوا العباد تفهم وتولي تنتخب يعني نتصور اكثر. انا سيف نقرا بريمير اني انجلي فوندامونتال. Sinon, je vais voter le GET. Quand tu as le coup, tu as le coup. كما تعودنا بطلبة النهضة طلبت الحزب الحاكم والعنف نتاعهم دبروا البلاد الكل وتوا يحبوا يدوروا على الجامعة يحبوا يكملوا اللي عملوه في تونس يحبوا يكملوا يدخلوا الجامعة في الحيط. بدينا اليوم باش نعملوا اجتماعات عامة بحكم غدوة إن شاء الله عندنا انتخابات على مجالس علمية ما رعنا إلا جو يطيحونا البصل ويضربوا في الطلبة ما فهمناش نحنا وين يحبوا يوصلوا بينا ولا هم يحبوا معناها طالعين في الانتخابات شنو هو باش يقدموا للطلبة. السلامة أنا رجاء عمري طالبة بكلية الآداب المنوبة دوزيام أني أونجلي ومترشحة من المترشحين عن الاتحاد العام لطلبة تونس في قائمة في انتخابات المجالس العلمية باش معناها الانتخابات هذه تصير كل عام مش يفوتوا للطلبة باش يختاروا ممثلينهم في المجالس العلمية. نحن الاتحاد العام لطلبة تونس ترشحنا بعديد طلبة وفهم على الماستير فهم على بروميير اني دوزيام تروازيام نحن معناها بون مانيش باش نزيد على خاطر حاجه معروفه الاتحاد معروف على شنو يدافع حياتنا كلها ندافعوا على مطالب الطلبه اللي تهم 100% الطلبه ما نقولش 90% نقول تهم 100% الطلبه اللي هي تعميم المنحه الجامعيه التعليم الديمقراطي والثقافه الوطنيه الفوايي اللي الطالب كان عند الحق في عام وعامين وبعد يمشي يخرج طالب الزوالي اللي ما عندوش فلوس معناها مش يخرج يكري ولا مش يشوف وين يسكن ولينا نسكنوا فيهم 4 سنين وخمسة سنين زيدا ولينا مازلنا ندافع على انه حق الطلبه في انهم يرجعوا لهم اللي زيك زعما اللي معناها الطالب ما يعرفش روحه شنو خدم بالصحيح بالغلط ندافع على عديد من مطالب اللي تم الطلبه فما مترشح معناها كونترنا الاتحاد العام التونسي للطلبه اللي هم شباب حركه النهضه شباب الحزب الحاكم الجامعه اللي كما شفنا اليوم شنو عملوا كالعاده احنا نشطوا في الساحه حاطين لي بافل
حاطين الغنية وقاعدين نشطوا على رواحنا في الحملة الانتخابية كما معناها الإدارة سمحت لنا وقولت لنا حتى في القانون. يجيوا جماعة شباب النهضة يقطعوا الخيط ويدزوا البافلو يطيحوه يكسروه ويسبونا ويشتمونا كالعادة، معناها هذا الشيء ما نستغربوش وما نخففش الظلام. في إطار استعداد التحديثة من طرف الاتحاد العام لطلبة تونس الممثل الشرعي والوحيد في جزء من النوبة للإعداد للانتخابات المجلس العلمي التي تعقد غدا، كنا في حالة عادية نقوم بتوزيع حملتنا الانتخابية وبوضع بعض الأغاني الملتزمة، فما راعنا إلا طلبة حركة النهضة مدعومين مجموعة من السلفيين قاموا بالاعتداء علينا بالعنف والاعتداء على جهاز الموسيقى الذي نستعمله لأبيات الأغاني الملتزمة وحاولت الاعتداء علينا. بالنسبة لي نقول أنه طلب يلزمهم يلتفوا اليوم من أجل جامعة شعبية وتعليم ديمقراطي وثقافة وطنية ولتفادي العنف الذي تبثر به حركة النهضة وهذه المجموعات الإسلامية التي تسير في ركابها وتدور في فلكها. عسلامة، تيسير ترابلسي طالبة ماجستير تخادوكسيون ترجمة باش نتصوت للـ UGTU خاطر جو بونس كو عندهم في برنامجهم الانتخابي حلول للطلبة، عندهم في برنامجهم الانتخابي زاد لقيت حاجات أنا تهمني كطالب، مثلا العام ناول في البيفو عندهم مشكلة متاع ستاج، فما عندهم ينجموا يحلوا المشكلة هذه متاع ستاج اللي يكونوا ما يعملش للطالب يقعد يلوش في ستاج واحد ويقعد يعاني من الحكاية هذه، عندهم حلول زاد للسكن للبورس برشا طلبة تعاني منها الحكاية هذه. حسيت اللي هما فريمون عندهم حلول انهم يقوموا بها تجاه الطالب. هذا هو في المختصر. هذا هو كرم ابو مخلة طالبة سنة اولى اسبانيول نقل فاك دي لتر. خيار النقاب نتاعي كان الاتحاد العام الفرنسي للطلبة. انا يعني قررت الخيارات الاتحاد هذايا من عملاول ونخدم فيه ونشط فيه. القرار بتاعي اني باش ننتخب الاتحاد العام التونسي للطلبة اني نشوف هو يعني الكتلة النقابية اللي في الفاك اللي تنجم تدافع على الطالب، وكان خياري انا بالتعددية النقابية في وسط الجامعة اللي كل طالب عنده الحق انه يختار اللي يحب سواء الاتحاد العام التونسي للطلبة ولا الاتحاد لطلبة تونس. اما انا الخيار بتاعي كان الاتحاد العام التونسي للطلبة وهو عنده أهداف ينجم ينجح الفاك إذا مدخل برشا برامج جديدة كما الماجستير هذه الفاست دياسات الفرنسي برشا ما طلب. عملنا سونداج الفاك شفنا الطلبة حكينا مع الطلبة شنية اللي يحبوا شنو اللي يحبوا نعملوا مطالب جديدة، وكان على هالأساس هذا عملنا البرنامج الانتخابي متاعنا. إن شاء الله ربي يوفقنا ونسي كل زي كيفك. شهاب أوريد من الاتحاد العام لطلبة تونس مترشح للمجالس العلمية السنة، وبرنامجنا كالعادة رقيب الجامعة التونسية فيما يخص الجزء مطالبنا واضحة اللي هي الدفاع عن مصالح الطلبة المادية والمعنوية. كيف ما تعرف المصالح المادية اللي هي البورس ومنحة الجامعية يعني الطلبة الكل على خاطر هي حق ما هيش مزية مع الحكومة ولا مع دول الخدمات الجامعية، واللي يخص جزء بالذات هو نحبوا مراجع أكثر في المكتبة والسيستم انفورماتيك خاطر حتى طالب باش يدخل باش يلوج على المرجع يلقى 16 يلوج في المراجع ويدخل باش يلوج عليهم هذاك على السيستم انفورماتيك، يدخل اسم الكاتب يخرج الكود ديريكت عملية تسهل يعني على الطلبة باش يلوجوا على المراجع اللي حاجتهم بهم ومد المكتبة بأكثر مراجع، ومع تحسين قاعات درس ومد الطلبة اللي تحتاج يعني الخرائط ولا أي حاجة مدهم بهم باش ينجموا يقرأوا الصلاة، ومع العمالة تحسن تصرفها يعني مع الطلبة ويطالب عنده مشكلة ينجم يطرحها واحنا نمشي نتكلم باسمه في المجلس العلمي وحاجات اخرى كيف ما تعرف نفويه تحسين حال نفويه ونبدا العنف كالعاده في الجامعه والاطراف اللي تزد العنف.
بصح على الإجازة سنة ثالثة عربية على اتحاد عام طلبة تونس. ترشحت باش نفيد الطلبة باش نحاول إني نصلح قدر المستطاع أي يعني المشاكل اللي تواجهها الطلبة أي حاجة تعترض الطلبة سواء مشاكل في الإدارة سواء مع الأساتذة إنه نحاول نكونوا ديما في صف الطلبة ونعاونوهم أي نقائص موجودة في الكلية زادة نحاول إنه نضغطوا على الإدارة باش تحقق المطالب هذه وإن شاء الله نكونوا قادرين إنه نحلوا المشاكل الطلبة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا مونيا العابدي نقرب بنيراني عربية في فرد دوليتر منوبة مترشحة على قائمة الاتحاد العام التونسي للطلبة يجتيو مترشحة على قائمة الاتحاد العام التونسي للطلبة يجتيو. أنا على مرحلة الإجازة ومعايا أخويا محمد الغنودي وعلى مرحلة الماستير خونا زياد المي غدوة إن شاء الله الانتخابات. بالنسبة للاتحاد العام التونسي للطلبة هو منظمة نقابية ينخرطوا فيها الطلبة بغض النظر على انتمائاتهم الحزبية ولا نشترطوا على الطالب سواء يملك بطاقة طالب. إن شاء الله غدوة الانتخابات من 9 إلى 4 متاع العشية. وبالنسبة لإضافتنا في الجامعة عنا برنامج انتخابي ضبطناه ووزعنا الأوراق هذوم على مختلف الطلبة. برنامجنا الانتخابي يتكون من 10 نقاط إن شاء الله نحاولوا ننفذوه إذا كان واحد ربح بحول الله. أهم النقاط اللي فيهم إنه إحنا نحب يكون للطالب الصفة التقريرية مش الاستشارية في المجلس العلمي ويكون طبعا توفير المصلى من أهم مطالبنا. إضافة إلى بالنسبة لنقطة الماجستير نحب يكونوا أقل شروط ما تكونش نفس الشروط المتداولة توا باش نفتحوا المجال أكثر للطلبة باش يدخلوا للماجستير وتمكين الطلبة من كل المعدات بالنسبة اللي يقرأوا جغرافيا ولا تاريخ حتى لاحظنا فما نقص رهيب في المعدات الخرائط وما إلى ذلك. والنقطة العاشرة أن نحبوا الطلبة نمكنوهم من الاختبارات اللي هما الدياس بلخص طلبة الفرنسية ما عاش عندهم. وعندنا نقطة أخرى نحبوا دفوارات البارسيال كلهم يرجعوا للطلبة باش الطالب يتمكن من أنه يشوف الأخطاء متاعه ويحاول يتجاوزهم في قادم الأيام. ونحبوا ندعموا الحراك الطلابي الثقافي في الجامعة يعني أي طالب مهما كان انتمائه الحزبي يعمل أي نادي ثقافي في الجامعة ونحيو العراقيل وتكون الإدارة تسهل الموضوع هذا بتوفير المعدات اللازمة لغير ذلك ومسائل إدارية تكون أسهل. وياريت لو أنه الأساتذة والإداريين بصفة عامة في الكلية هذه ما عادش. أنا محمد الغنودي طالب سنة أولى في كلية الأداب اختصاص لغة عربية لغة والأداب والحضارة العربية. أرشح نفسي ممثل للطلبة في انتخابات المجالس العلمية أخوض هذه الانتخابات في جو من التنافس بين أطراف متعدد داخل الجامعة التونسية. الظاهر أنه ثمة طرفين يخوضون العرس الديمقراطي داخل كلية الأداب، ثم الاتحاد العام لطلبة تونس، ثم الاتحاد العام التونسي للطلبة. أنا مرشح في قائمة الاتحاد العام التونسي للطلبة أطرح برنامج انتخابي يقف على جملة من النقاط التي نسعى إن شاء الله إلى تحقيقها، كما نسعى إلى خلق ظروف حوار داخل الجامعة، نسعى إلى الدفاع عن حقوق الطالب بالطريقة التي نكون فيها ممثلين له داخل مجلس علمي متكون من أساتذة، متكون من إدارة، متكون ممثلين عن الطلبة، يطرح كل القضايا الطلابية المتعلقة بالمسائل البيداغوجية المتعلقة بالحراك داخل الجامعة في كل أبعادها النقابي والثقافي وغيرها من الاختصاصات. نسعى إلى تركيز كل هذه أو بالأحرى إلى توفير مناخات من الحراك داخل كليتنا، مناخات من التثاقف داخل كليتنا، مناخات من التنافس داخل كليتنا. إن شاء الله نكون موفقين في هذا وإن شاء الله نكون من الذين يكونوا الطلبة يمثلهم حق تمثيل، ونسعوا في هذا إلى أن الطلبة ينخبونا داخل انتخابات المجلس العلمية. ونحسب أن هذا عرس ديمقراطي بامتياز وأنا فرحان جدا بخوض التجربة هذه والله المستعان على ما تصفه. Merci beaucoup.